مقتل الصحفي المغدور به في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية الصحفي السعودي جمال خاشقجي. إذن حتى هذه اللحظة ما زال هناك الكثير من الانتظار والترقب في الأوساط التركية، سواء على المستوى السياسي كذلك على المستوى الإعلامي لكلمة الرئيس ترامب وقراره بشأن قضية جمال خاشقجي. كان قد تحدث في الساعات الأولى من صبيحة اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة اسطنبول التركية الرئيس ترامب، وقال إن القرار الأمريكي سيصدر خلال يومين وربما الاثنين أو الثلاثاء، أي غدا أو بعد غد سيصدر القرار الأمريكي بشأن جمال خاشقجي ومن المسؤول بقتل جمال خاشقجي. كل هذه التصريحات بالتأكيد جاءت بعد البيان الذي نشرته وكالة CIA، نشرت أجزاء منه صحيفة واشنطن بوست ووكالات عالمية. إذن أيضا في ذات اليوم بخصوص الصحف التركية، صحيفة يني شفق اليوم نشرت معلومات جديدة مثيرة بخصوص قضية جمال خاشقجي على صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان محمد دحلان المشارك الخفي في قضية جمال خاشقجي أو في مقتل جمال خاشقجي. نشرت الجريدة على هذا العنوان وفي صدر صفحتها الأولى تفاصيل جديدة مثيرة أيضا سنستعرضها معكم في هذه أو في هذا البث المباشر من أمام القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول. كما نتابع هنا هذا التقرير الذي يأتي على صدر أو على صفحة كاملة، هناك الكثير من التفاصيل التي تستعرضها الجريدة والتي سنخبركم بالمزيد من المعلومات عنها في هذا الجزء تحديدا. تذكر الجريدة وتتحدث عن معلومات تنشر لأول مرة عن فريق مقرب من محمد دحلان وصل إلى تركيا قبل يوم من عملية قتل جمال خاشقجي. الفريق مكون من 4 أشخاص وصل إلى إسطنبول، أيضا تواجد هنا يوم اغتيال جمال خاشقجي، دخل القنصلية ومكث لمدة 3 أيام. هذا الفريق من ضمنهم أفراد من الذين قاموا بقتل محمود الممحوح القيادي في حركة حماس داخل مدينة دبي الإماراتية. هذا الفريق كانت مهمته عملية تنظيف مسرح الجريمة، وكانت بحوزته مواد كيميائية وأيضا مواد أخرى. إذن كانت مهمة هذا الفريق هي عملية تنظيف مسرح الجريمة ولم يشترك في عملية القتل، تقول الجريدة نقلا عن مصادرها في المخابرات التركية. كذلك تضيف الجريدة أن المخابرات التركية تمتلك صورا لهذا الفريق ومعلومات إضافية عنهم، لم تنشر الجريدة بعد هذه المعلومات لكن ربما تنشرها خلال الأيام القادمة. لكن المعلومات التي نشرتها اليوم هي معلومات لافتة ومثيرة وجديدة، وهي المرة الأولى من نوعها التي تنشر معلومات تضيف إلى فريق الاغتيال أنه كان فريق ليس سعوديا فحسب ولكنه فريق ربما يكون متعدد الجنسيات. هذا الفريق وصل قبل مقتل جمال خاشقجي لكنه اشترك في عملية التنظيف، وهذا دليل جديد على أن عملية جمال خاشقجي كانت بهدف القتل ولم تكن فقط لمجرد محاولة إقناعه كما تتحدث بذلك المصادر أو الروايات السعودية الرسمية، سواء في البيانات من قبل النائب العام السعودي أو البيانات التي تخرج من قبل مسؤولين سعوديين لصحف غربية بخصوص عملية قتل جمال خاشقجي. هذا بخصوص صحيفة يني شفق اليوم التي نشرت هذه المعلومات المثيرة. أيضا هناك صحيفة صباح ستنشر غدا كما تحدثنا مع مصادرنا في هذه الجريدة، تتحدثوا أن هناك معلومات ستنشر غدا أيضا لأول مرة عن طريقة التخلص من جسد جمال خاشقجي. هذه الجريدة ستنشرها غدا أيضا. يبدو أن الأيام التي تسبق الخطاب أو الكلمة المرتقبة لترامب ستكون أياما أيضا بها المزيد من المعلومات التي ربما ستضيف ثقل وضغط جديد على الإدارة الأمريكية ربما، وكذلك بالتأكيد على الجانب السعودي الذي حتى هذه اللحظة ما زال متأخرا عن الرواية التركية الموثقة من خلال أدلة. إذن سنكون معكم على مدار الساعة وسنتابعكم بآخر التطورات على الجزيرة مباشر. نترككم الآن مع هذه الصور المباشرة من أمام القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول.